مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وكل الشكر والتقدير لزميلتنا عبير نقبي على هذا التقرير. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام في فقرة أعمال وتخصصات وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنفذ بحرفية على أرض الواقع. ليس بالأمر السهل، ولكن إذا تطلب هذه أو تتطلب هذه العملية تواجد الفكرة التي يؤمن بها الشخص، كما تتطلب أيضا وجود عدد من العناصر التي تختلف باختلاف المشروع وأيضا الأفكار، ويمكن نجاح أو فشل المشروع، وذلك يعتمد على الفكرة أو المشروع نفسه. تحدث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع، ويسعدنا نستضيف في الاستوديو الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة. صباح الخير دكتورة أمل. صباح النور والسرور. الله يسلمك. في البداية نرحب بك في صباح الشارقة. نتكلم عن يعني تخصصات اللي موجودة في إدارة الأعمال، إلى أي مدى اليوم وصلنا نحن إلى يعني تطوير في هذا المجال؟ طبعا إدارة الأعمال دائما في حالة تغير، بتغير المحيط اللي هي موجودة فيه. مثل ما أنت تفضلت في البداية، إدارة الأعمال مهمة في تنفيذ المشاريع، في إدارة العملية التجارية كاملة، في إدارة العملية الاقتصادية، فدائما في عملية أو في حالة تطور متسارع. وهذا اللي نشهده وشهدناه لو نظرنا للتاريخ، يعني بدينا بالمدارس الكلاسيكية في إدارة الأعمال، ومن ثم إلى المدارس الحديثة، ثم إلى المدارس المتطورة. انتقلت فكرة إدارة الأعمال من الإدارة أو المدير إلى ما بعد ذلك إلى القائد أو القيادة. اليوم إحنا ياسين نتحدث في مفهوم جديد مختلف تماما، وهو مفهوم الريادة. فالعملية دائما في عملية تطوير بما يعني يناسب متطلبات العصر اللي هي موجودة فيه. تخصصات إدارة الأعمال أيضا اختلفت. اليوم العصر يتطلب أشياء مختلفة. الأشياء الموجودة حاليا لازم تترجم إلى، يعني إحنا في الأكاديمية دائما أو في العمل الأكاديمي دائما نخرج المخرجات للواقع العملي، فلازم المتطلبات الواقع العملي تترجم عندنا إلى نظريات على أساس بالتالي نخرجها كشيء يستفيد منه سوق العمل. تمام جميل. دكتورة، نتكلم عن ريادة الأعمال وإدارة الأعمال، شو المواصفات أو الإمكانيات اللي لازم يتمتع بها الشخص عشان يخوض هذه التجربة في ريادة الأعمال؟ إدارة الأعمال أو ريادة الأعمال مثل ما قلنا بالفعل، فإحنا تطورنا من فكرة المدير. نعم. اللي هو الشخص اللي تكلمتي عنه. في البداية كنا نتكلم المدير، يمكن المدارس القديمة كانت تقول المدير لازم يتميز بالحزم، لازم يتميز بالصرامة. نعم. يتعامل مع الأشياء بحيث يخرج أفضل ما فيها بس بأسلوب صارم. بعد ذلك تختلفت الفكرة. إحنا ما نتكلم أكثر عن المجتمع اللي هو المجتمع القائم على، تعرفين التطورات السابقة. إحنا نبقى ننظر أيضا للأمور الإنسانية اللي موجودة. نعم. في الشخص. صحيح. كيف أني أنا أأثر في الشخص وألهمه بحيث. نعم. أني أنا أطلع اللي فيه. فطلعت فكرة القيادة، كيف يتحول هذا الشخص ليكون عنده مهارات قيادية. فيمكن هذه المواصفات اللي تتحدثين عنها. نعم. المواصفات القيادية، إذا بتحدث عن القائد، القائد لازم يكون عنده مواصفات مثل، يمكن أهم الصفات، بعد النظرة، أو يكون عنده رؤية ثاقبة. نعم. ترى للبعيد، يقرأ بين السطور، يكون عنده قدرة على الصبر والمثابرة، العمل الجاد، التأثير في الآخرين، المرونة. المرونة أيضا، يعني الإقناع أو أساليب. نعم. الإقناع المختلفة. يكون عنده القدرة في العمل ضمن فريق، قيادة هذا الفريق. مواصفات كثيرة تساعد هذا الشخص اليوم أني أنا أقول عنه مدير، أو ممكن أقول عنه أيضا قائد. نعم. هاي المخرجات اللي متطلبينها سوق العمل حاليا. نعم. تطورت الفكرة أيضا إلى أن أصبحت ريادة، فظهر لنا مفهوم ريادة الأعمال. نعم. اليوم رائد الأعمال أيضا مطلوب منه أشياء إضافية، مطلوب منه، يعني يمكن دائما يوم نعرف ريادة الأعمال هي القدرة على أنك تسوي كل شيء من لا شيء. نعم. فهذا هو رائد الأعمال. نعم. دائما يبدأ بلا شيء، أنا عندي فكرة فقط. نعم. فكيف أني أنا أسوي كل شيء من هاي الفكرة. نعم. أدير الأمور من الجوانب المادية،
الجوانب الهيومن ريسورس أو المورد البشري هذا، نعم. كيف أستفيد منه، كيف أقومه، كيف أتابعه، كيف، نعم. وما إلى ذلك. نعم، هذا بالنسبة للقائد أو مثلا مدير المشروع. لكن اليوم شو العناصر المهمة في تحقيق هذه الفكرة إلى أرض الواقع؟ أكيد هناك في استراتيجية معينة، في قوام معينة، يعني تطبيق الفكرة من فكرة إلى واقع. دكتورة مضبوط، هي يعني يمكن يعني بقتبس كلمتك اللي انت قلتها اللي هي التنظيم. دائما عملية التخطيط والتنظيم عملية جدا أساسية لأي مدير أو قائد أو حتى رائد أعمال. في مثل دائما يقولون الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل. يعني أنا إذا ما خططت من الأساس أنا جالس أبني خطة أني أنا أفشل في المستقبل، لا محالة. عملية التخطيط جدا مهمة. اليوم المؤسسات تسعى إلى ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي، يمكن أيضا حتى التخطيط الاستراتيجي تطور إلى اليوم إحنا نتكلم عن التخطيط الاستشرافي أو استشراف المستقبل. أني أنا أضع خطط لشيء أنا أتصور أنه بيحدث في المستقبل. عملية التخطيط جدا مهمة بالنسبة حق أي رائد أو قائد أو مدير أو قائد. كيف أني أنا يكون عندي رؤية مستقبلية وأضع كل المكونات اللي عندي وكل الموارد اللي عندي في تحقيق هذه الرؤية، وهذا يأتي عن طريق وضع الأهداف السليمة. الأهداف لازم تكون واقعية، لازم تكون أهداف قابلة للقياس ولها مواصفات معينة ومدروسة على الأقل، ومدروسة وتكون تحقق الهدف اللي أنا أو الرؤية اللي أنا أبغى أسعى لها. بعد ذلك تي عملية تحويل هاي الأهداف إلى مبادرات، وبعدين أنظر إلى العوامل البشرية أو الموارد اللي عندي، سواء موارد مالية أو موارد بشرية، من سيفعل ماذا، متى، نعم. وكيف، وتحديد المهام، تحديد المهام وما إلى ذلك. فعملية التنظيم هاي عملية جدا مهمة. عملية وضع الاستراتيجيات المستقبلية هاي جدا مهمة. عملية استشراف المستقبل اللي احنا اليوم في دولة الإمارات نعول عليها كثيرا أيضا عملية جدا مهمة. يعني أنا لازم يوم أخطط أكون عارف شو اللي بيحصل في المستقبل. تمام. دكتورة أمل، يمكن في الآونة الأخيرة لاحظنا خلال يمكن سنوات الخمس الماضية أو العشر لاحظنا الكثير من المشاريع تطلع من الشباب نفسهم يبادرون في هذه المشاريع في ريادة الأعمال، لكن العديد منهم يفشلون في هذه المشاريع. شو السبب من وجهة نظرك في فشل هذه المشاريع الشبابية؟ ريادة الأعمال بروحها يعني بحر عميق في مفاهيم الإدارة. دائما نحن نقول كرائد أعمال أنت شو هدفك أساسا في البداية؟ عشان أنا أكون رائد أعمال ناجح ما ليست فقط الفكرة هي الشيء المطلوب. لأن يعني الفكرة ممكن تكون مناسبة وممكن تكون رائعة وممكن تكون، ولكن لا تناسب الوقت اللي هي طلعت فيه. نعم. على سبيل المثال فبتفشل الفكرة لا محالة. عشان أكون رائد أعمال ناجح لازم أبدأ من حل لمشكلة، يعني أعطي العميل اللي هو مستقبلا سيكون نسميه عميل اللي هو محتاج له، وهو شو محتاج حاليا، شو الشيء اللي أنا ممكن أعتبره كحل لمشكلة ربما تكون موجودة أو ربما ما تكون موجودة، ولكن أنا أحاول أني أنا أعطي الآخرين أو عملائي أو المجتمع، يعني أدور شيء مشكلة في المجتمع أحاول أحلها والمنتج مالي يكون حل لهذه المشكلة، فأخلق الحاجة. إذا خلقت الحاجة في هالمرحلة أنا كسبت أني أنا أوريدي كونت قاعدة العملاء. صحيح. وبعد ذلك تأتي عملية التنظيم مثل ما قلنا. أيضا بالنسبة حق رائد الأعمال عملية التنظيم جدا مهمة. فأنا عندي حاجة وعندي حل لهذه الحاجة، فعندي عميل، كيف أنا أنظم أوراقي بحيث أني أنا أوصل للعميل هذا من خلال سوق العمل. فتأتي عملية التخطيط الاستراتيجي بالنسبة حتى للمشروع الصغير. نعم. كثير من رواد الأعمال ربما يعني يكون بالنسبة لهم عائق عملية التخطيط الاستراتيجي، يقولون نعم. أنا مؤسسة صغيرة ليش أني أنا أحتاج أني أنا أسوي لها خطة استراتيجية. نعم. على سبيل المثال. نعم. ولكن الخطة الاستراتيجية هي عملية التنظيم أو عملية التخطيط حق المنتج مالي. أيضا عملية التسويق الصحيح للمنتج هذه عملية. نعم. جدا مهمة. يمكن في البداية كنت تكلمني عن تخصصات إدارة. نعم. الأعمال. نعم. من التخصصات اللي موجودة في إدارة الأعمال عملية التسويق، وعملية التسويق أيضا من العمليات أو يعني خلني أقول تخصص التسويق من التخصصات اللي طرأ عليها تغييرات كثيرة وتحديثات. صحيح. كثيرة بحيث أنها تتناسب مع ما هو موجود. نعم. في العصر الحالي من أدوات تسويقية. نعم. فطريقة استخدامها، طريقة إيصالها للمتعاملين أو العملاء
جدا مهمة نعم. في نجاح المشروع الصغير. نعم دكتورة أمل، يعني اليوم ما شاء الله المشاريع كثيرة موجودة والأفكار كثيرة. اليوم أنا كشخص مبتدئ، كيف اليوم بشكل سريع أن أنا أبتكر فكرة غير موجودة؟ يعني شو السبيل اللي وصلني لهذه أو لهذا الابتكار، ابتكار الفكرة؟ هي طبعا دائما تأتي من الحاجة. عملية الابتكار هي عملية بروحها عملية طويلة جدا ولها مراحل كثيرة جدا. تبدأ بالمراقبة، المراقبة والفهم. مراقبة شو؟ مراقبة السوق ومراقبة المجتمع ومراقبة الاحتياجات، بحيث أن يوم بطلع بمنتج، سواء كان هذا المنتج منتج ملموس أو كانت خدمة، تكون تصب في صالح المجتمع اللي أنا موجود فيه وتلبي حاجة موجودة أوريدي. عملية الابتكار هي عملية وضع عدة أفكار مع بعض، بحيث أني أنا أطلع بفكرة فريدة ما حد فكر فيها من قبل، ربما أو ربما تكون فكرة منفذة في إحدى الدول خارج الدولة وأنا أطورها وأجيبها مثلا أو أوفرها داخل الدولة. هاي تعتبر عملية ابتكارية. وبعد ذلك مثل ما تكلمنا يأتي التنظيم ويأتي التنفيذ والتخطيط لهذه الفكرة. طبعا دكتورة أمل العلي، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة شارع، شكرا لك على هذه المعلومات حول تخصص ريادة أو إدارة الأعمال وكيف الواحد ممكن يبدأ مشروعه. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صباح الشارقة، ترينا إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، مواضيع جديدة. أترككم في أمان الله، مع السلامة. تقبلوا تحيات أخوكم جمال السميطي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.